السلام عليكم، كيداير لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله يا ربي تكونوا بخير وعلى خير وما يخصكم خير. نهار جديد وفيديو جديد، ودائما ما تنساوش لي لايك وحاولوا ديروا مشاهده طويله، ما تعديوش الاشهار، يعني خليوها. بزاف اللي كيسقسوني كيقول دابا الا حنايا خلينا الاشهار شويه واش مزيان؟ هو راه فعلا، هو حنا مثلا اليوتيوب الخلاص اللي كيخلصنا على ود الاشهار، ماشي على ود الفيديوهات ولا هذا الاشهار اللي كيتشافوا. داكشي باش على داكشي باش كيخلص اليوتيوبرز، الناس اللي كيخدموا في هادشي سميتو اليوتيوب. يعني الى الاشهار طويل ولو دقيقه، يعني ماشي ديريك تنقزوا عليه كيما كانت كدير لوالدك. بزاف اللي كانوا كيديروا جاب لهم الله، زعما راه غير الفيديوهات هما اللي مهم يتشافوا بطبيعه الحال. المهم الفيديو مهم يتشاف، لان راه كيعطيك حتى كل واحد شحال شاف من دقيقه وشحال من سميتو. الا مثلا شافوا لك 1000 واحد، نقولوا مثلا واحد 500، نقولوا شافوا غير نص دقيقه، وال500 شافوا دار مشاهده كامله، والفيديو فيه 10 ديال الدقائق، كتحسب لك غير 5 ديال الدقائق، لان ديك دوك اللي شافوا الاولين بحال اللي ما شافوش. يعني نتمنى تشوفوا الفيديو حتى الاخر، ماشي غير الفيديو هذا، لان خصوصا وكتعرفوا المدخول ديال القناه فين كيمشي، بلا راه كنديروا به القفاف الناس في المغرب. يعني نتمنى يعني تعاونوا معنا في هذا سميتو في هذا الخير هذا اللي كندير. انا يعني ديما كنقولها لكم، القناه ماشي محتاجه لراسي وما عندي بها نهائي الغرض، ولكن محتاجه بها، محتاجه داك الاجر وداك الناس اللي كيستنفعوا بها. هادشي غنقول لكم. قبل ما نبدا سميتو ديالي، غادي نشرب القهوه ديالي باش غادي نفطر. لاباري جديدة اللي كنت درت، ما عرفتش درت لكم بها شي قهوه العمر ما درتها، المهم غادي نوريها لكم دابا. اول حاجه هادي كنسخن فيها الحليب كيما كتشوفوا، هادي جايه ديال الحليب. شوفوا الكشكوشه كي دايره، هذا راه كله حليب ونص ديالو كشكوش. يعني اللي كيبغي الكشكوشه ديال الحليب راه سميت هاد الماكينه زوينه، كدير كشكوشه مزيانه. كما كتشوفوا فطرت ساليت. المهم شوفوا الجو كي داير، شوفوا الجو دابا عندك كي داير. الغربي ماشي الغربي، فيه البرد، ماشي سخون، ما كاين لا شميشه لا والو. دابا الساعه عندنا 9:30، 9:30 دابا. هاد التفاحة هادي هاد العام ما درنالهاش سميتو مزيان، هانتوما شوفو كي داير، بحال إلا خسر. شوفو وديما كتاكل منو الوالدة، هداك عجابها لأنه بيوم ما فيه لا سميتو لا أدوية لا والو. ولكن هاد العام هذا ما عرفتش مالو، أخت كيخسر في الشجرة. إلا شفتو مزيان أنا ندور لكم الكاميرا. نقرب شوية، هانتوما كلو خسر. وسبحان الله كنا كل عام، خصوصا الوالده راه كندير بهم مثلا الطارطه ولا هذا، ولكن الوالده كيعجب لها كتحماق عليه داك الحموضيه اللي فيه وداك سميتو، ولكن كله خسر. يعني ما ينفعش كاع نهائيا للاسف، هادشي اللي كاين بايش الله اعلم. وبالنسبه للكرموسه تبارك الله، يعني دارت واحد الكرموسه هاد العام ما شاء الله، شحال زويون، شحال المذاق ديالو تقريبا بحال ديال المغرب. وهذه ما شنو هذه، عطيه هاد المرقوقه ولا هذه ما بغات، المهم ما كبراتش مزيان، ما عرفتش مالها. ايوا خلاص هذه هي الجريده، يعني هادو هما داك النخلات اللي كنت شريت، ولكن النخلات عمرهم ما يكبروا فولان، يعني غير الديكور وصافي. وهنا كاينه البطاطا خلاص الاولى حيدناها كليناها، ودابا هذه المره الثانيه كنزرعوها. هذه عطيتها هذيك النخله، وهادي بزاف اللي كيحسبهم معطيشه، وكاين انا ماشي معطيشه، لا هادي غير اي الورد. شوفوا هاد المعوج هذا باش مكيدير، غير تابعني ولا فلك سوا طويله وكيتعلق ليا فيها. شوف تبعد مني وانا طيب والله الا صافي سي باسي راني تيسا يمينو. وشنو بغيت نوري لكم؟ بغيت نوري لكم هاد الخاميات هادو اللي عملتهم، بلاتي نحلها لكم لان عندي هاد القطوطه في الدار. درتهم وندمت عليهم ما كنبش عليكم. من نهار جبتهم علقتهم هما كيتشابطوا فيهم، الاخر ولا ليا بحال طرزان داك الصغيور، عرفتي تو 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 كلشي ضيعهم ليا من النهار الاول. المهم غادي ندور لكم وتشوف.
كيما كتشوفوا يعني هادو هما سميتو اللي صوبت، هانتوما الخدمه ديالهم زويونه والخامه ديال الثوب من داكشي واللون حتى هو جا مع هذا سميتو مع الكراسه، اللون ديال الكراسه. وهذا سميتو هذا حتى هو يعني انا هاد ريدوات هادو انا لقيتهم هنايا في هولندا باش يدير ليا هادو كيما باغيه انا كيما هكذا شي اكزاكت، كان قال لي 800 اليورو. المهم كنت معوله قلت حتى نرجعي ان شاء الله من العطله ما نويتش كاع زعما نديرهم تما في تركيا، قلت حتى نرجع ان شاء الله نصايبهم. ولكن ملي مشينا تما كان معايا واحد الصديقات نعيمه، المهم هي تقريبا هما اللي شجعوني باش نديرهم تما. عجبني الثوب، عجبني سميتو والخياطه وهذا، وحتى الثمن ما كانش غالي يعني الثمن يعني من 800 يورو اللي طلبوا لي هنايا تما طلبوا لي 230 اليورو يعني 2300 ليره اللي طلبوا لي. وكان زعما الخدمه زوينه وكل شيء، الحاجه الوحيده اللي حنايا ما عطيناهاش نيشان هو العبار ديال سميتو ديال الطول من الفوق لتحت. هانتوما الا كتشوفوا هما ها كيخيطوها، ولكن ملي جبتهم انايا عندي هاد القطوطه كيما قلت لكم خسروا ليا كل شيء خصوصا داك الصغيور. ودابا شنو غندير انايا؟ غنمشي ان شاء الله اما نحيدهم ندير نرجع داكشي اللي كان عندي، لان هادو ما ينفعوش مع القطوطه، راه حتى جبتهم وندمت عليهم صراحه. دابا انا دابا ديما جمعاهم، ما المهم اش نقول لكم، درتهم وندمت عليهم. ضل بعدا ما درتهم بجبت 800 ليرو درتهم بعدا بداك الثمن بدا 230 ماشي مشكله. المهم راني نقص فيهم في الطول، غير جمعتهم على يعني مؤقتا راني جمعتهم على ما نشوف كيفاش غندير لهم، واش غنحيدهم نبيعهم ولا غندير وحدين اخرين ولا كيفاش. ولكن المهم الا غادي نخليهم راه خصني غادي نرجع نمشي نشوف شي خياط اللي كيخيط هاد الخياطه هادي باش ينقص لي باش ينقص فيهم ويدير هاد الخياطه هادي اكزاكت كيما كاينه هنايا. والجهه الاخرى حتى هي نفس المشكله عاوتاني، حتى هما كانوا طوال بزاف. المهم انا غير جمعتهم راني نقص فيهم غاد، المهم جمعتهم وصافي حتى نلقي ان شاء الله اللي غادي يصاوبهم ليا. وكل واحد شنو كيقول لي، شي واحد كيقول لي لا حيدهم راه عندك القط هذه وهذه، وشي واحد كيقول لي خليهم. المهم ما نعرف شنو غادي ندير حاليا. ملي كنكون خارجه ملي كنخرج من الدار كندير هذا الشيء، هذا كنخليهم كنخلي القطوطه هنايا في هذه البلاصه هذه، وكنسد عليهم هذا الباشو بارد ناعس. دار سبحان الله ما كيدير حتى حاجه، هانتوما صافي دابا ناعس صافي عيا. نوريكم حتى هاد التويشيات هادو، هذه فيها اسماء الله الحسنى كي كتشوفوا، بغيت نقرب شويه الكاميرا. هذه كانت كعطاها لي ديك السيد اللي مول العبايات ملي شريت العبايات في تركيا، عطاها لي هديه كي كتشوفوا، لان خديت من عنده بزاف. ومن بعد مشاو عندي تصحابات يخدوا من عنده وهذا، وملي عملت مع داك الفيديو كيف كتشوفوا، وهذه هي. ولكن انا ملي كنت خديتهم في ديك الوقت ما كنتش متاكده راني غنديرهم في هاد البلاصه، وكي ملي جيت البنات ديالنا عجبوهم قالك لا راه جاوك زوينين وهذا غير خليهم، يعني ندمت اللي ما خديتش اخت هذه هي، يعني نفس الموديل غير يكون فيه مثلا اي اخرى اي قرانيه ولا هذا. المهم هذا ما كان بغيت ما نشارك معكم هاد سميتو هذا، بغيت رأي ديالكم قولوا لي واش جاوا زوينين ولا لا، ولا جاوا معربيين راني غنحيدو. الا كانوا بزاف ديال التعاليق كيقولوا لي عربيين غنحيدهم، كونوا على يقين غندير بهدرتكم. وجيت لكم بواحد سميتو واحد اخر بالنسبه للبنات اللي بزاف كيدخلوا عندي الانستغرام ولا في الواتساب ولا هذا، وبزاف كيخليوا لي حتى التعاليق. كان في التعاليق شنو كندير انا لوجهي، وجهك ما كديرو حتى شي حاجه من غير الفومادا اللي كنستعملها دابا راه تقريبا شي 4 سنين، نفس الكريمه اللي كنستعملها هي ديال لوريال ديك الطويله هيدا. من بعد غنخلي لكم التصويره. والحاجه الوحيده اللي هي دائما كنديرها وكنصح جميع البنات يديروها، ما تغسلوش وجهكم بالماء السخون او الماء اللي هو كيكون سخون، ما تغسلوش به وجهكم نهائيا، حتى ولو كان في عز البرد والشتاء وهذا، حتى لو دوشتوا وجهكم ما تقيسوش بالماء السخون، ولكن غير شويه والباقي. المهم الماء السخون راه كيضيع الوجه كيضيع البشره، كنقولها لكم يعني دائما، يعني حتى مثلا من بعد الدوش ضروري مثلا ما تشدوا مثلا الماء البارد هكا ودوزوه على وجهكم، باش كيبقى الوجه نقي وكيبقى فيه سميتو كتبقى فيه داك. المهم اش نقول لكم، كتبقى البشره نقيقيه لان الماء السخون كي بحال كيديرها كيخليها مرخوفه.
بالنسبه لسميتو عاوتاني الغسيل ديال الوجه، راكم تقولتها واحد المره في واحد الفيديو ثاني، لان البنات دائما كيسقسيو نفس السؤال ديما كي، وكاين البنات اللي كنجاوبهم في الانستغرام كنقول لها شنو كنديرها شنو كنديرها شنو كندير، ولا في الواتساب ولا هذا. ولكن دابا قلت غادي نديرها ثاني في فيديو، يعني مره مثلا نصيحه ما فيها شي حاجه في سبيل الله. الواحد ملي كيسولك على شي حاجه بالنسبه للغسيل ديال الوجه، راه كتجبدوه هكا وتغسلوه هكا، ماشي تهبطوا لتحت. هذه راه طريقه خاطئه بزاف. حنا بزاف اللي ما كان يعني ما كنستهضروا بها، كنقول صافي غسلت الوجه غسلت الوجه وصافي، شنو زعما واش كاين شي سميتو؟ بالعكس، غسلت الوجه كتشدو هكذا كتجره هكذا لهاد الجهه، يعني بالماء بارد هكذا وتتجره هنايا، يعني هذا هو. البشره كتبقى مزيانه، يعني انا ماشي عندي 50 عام ولا عندي 60 عام، راه يلاه كملت 43 عام، هاد واحد السبعه اللي فات، يعني المفروض راه البشره غادي تبقى مزيانه. يعني بالنسبه لهاد الاسئله مثلا كيتوجهوا مثلا شي واحد مثلا اللي عنده مثلا 60 عام وهذا، وكتبقى مثلا البشره ديالو باقا مجبده، باقا انا من هنا ما نكون 60 عام عرفتش كي غادي يكون وجهي. ولكن المهم كنحاول كنبعد على ديك البرودويات اللي كيضيعوا الوجه، لان كاين بزاف ديال البرودويات ولا داك سميتو داك البودرات اللي كيدار وداك سميتو، انا ما كنديروش ما كنستعملوش. حتى الا مشيت لشي عرس ديما كنمشي طبيعيه ناتورال، ما كنديرش من داكشي وما كنكثرش منه، لان داك هو اللي كيقتل الجلده، هو اللي كيقتل سميتو ديال داك الماء، كيسد الماء داك المسامات، ولا كيقولوا ملي كيكونوا ديال البشره وهذا. اللهم داكشي بعدو منه. والله هادي البنات اللي كيكثروا من داك سميتو، دابا راه يبان لهم مثلا الوجه ديالهم مزيون ونقيقي وهذا، ولكن ملي غادي يكبروا مع المده راهم ما طراهم كيكبروا، والبشره ديالهم راه كتضيع. هذيك الساعه شنو كيديروا؟ ما كيلقاو قدامهم غير عمليه التجميل، دوك العمليات التجميل تما كيضيعوا فمهم. كنت ما كي بزاف ديال البنات كنت كنشوفهم ما شاء الله ملي كانوا صغار بحال البلارات، دابا ملي كبروا والله الا تقول عندهم 60 سنه وعملوا عمليه التجميل، مع انهم باقيين صغار باقيين في الثلاثينات، ولكن كتلقى وجههم كله مخسر كله مداير. علاش هذا الشيء هذا؟ لانهم هما من السن الصغير ديالهم هما كيطلعوا. يعني ردوا بالكم وردوا بالكم حتى مع البنات ديالكم، يعني حاولوا يعني تهضروا معاهم ما يطلعوش بزاف داك المصيبه الكحله، داك الماكياج بزاف وداك الشيء راه كيضيع الوجه. وبالنسبه للنساء اللي يدخلوا كيسقسيوني، الماء البارد هو اللي كينغسل به دائما وجهي، ما كندير لا سميتو لا بودر للوجه، ما كندير حتى شي حاجه، وما كنغطي فين ما كتخرج لي مثلا شي حاجه كحله ولا هذا، كنجيب داك البوماده اللي قلت لكم اللي جبتها من تركيا. ولكن واحد النصيحه اخرى على ديك البوماده، لان واحد السيده قالتها لي، واحد تحيه لها كبيره من هنايا نزها في اسطنبول، قالت لي ملي جاتها قالت لك الاول خص تجربوها على يديكم واحد 24 ساعه، بالنسبه للناس اللي فيهم الحساسيه ربما غادي تخرج لهم شي حاجه ولا هذا، يعني ضروري ما تجربوا على يديكم. لان انا ديما لقيت ديك المشكله فيها ولا ما جربتها لا والو، لان من الاول من نهار جبتها كما قلت لكم في الفيديو اللي فات عادي صافي استعملتها ما وقعت شي حاجه، بالعكس كتنظف البشره وكتنظف سميتو. عاوتاني ديك البوماده ماشي كطليوها هكا، كتشوفوا غير البلاصه فين كاينه ديك البقعه اللي نتوما بغيتو تحيدوها، صافي ما كتطلعش للوجه كامل. ايوا هادشي اللي غادي نقول لكم. المهم نتمنى ان شاء الله يكون فيديو خفيف ظريف، يعني حاولت نشارك معكم شي شويه سميتو اليوم، وهذا ما كان حتى المره الجايه ان شاء الله. وما تنساوش كما كنقول لكم دائما لي لايك. يلا السلام عليكم. شوف 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 القميص، شوف 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 يا سبحان الله. هذا سميتو زعما هما من واحد الناحيه كيخليك تفوج، يعني كنضحك ملي كنشوف هذا سميتو هذا، والله الا كنفوج معاهم نيشان، ولكن الحاجه الوحيده البساله اللي فيها، اما الباقي زعما ما كيوسخوش شي الدار، ما كيديروا حتى شي حاجه سميتو، ما كي زعما لقيقين.